السلام عليكم. في أول فيديو من فيديوهات عناصر الأوتوميشن مع محمد بستاني، باعتبار هالفيديو هو أول فيديو، فحابب أعطي فكرة عن الفيديوهات عموما، إيش الهدف من تنزيلهم، أو نحن شو رح نستفيد لو تابعنا هالفيديوهات. دائما نظام الأوتوميشن بيكون يعني مكون من عدة عناصر موصولة في بعضها. نحن في هذا الكورس رح نحكي عن الموضوع بشكل مبسط جدا، وناخذ عنصر عنصر بطريقة تخلي المهندسين الجدد الداخلين على المجال، أو حتى الفنيين، أو حتى أي حدا بيتعامل مع سيستم أوتوميشن، يعرف كل عنصر كيف بيشتغل. بشكل مبسط جدا، نحن ممكن نشوف في المصانع ماكينة شغالة بتطالع إنتاج. هاي الماكينة لو حللناها لعناصر جزئية صغيرة، رح نلاقي إنه فيها حساسات، سواء حساسات ضوئية أو حساسات الألوان أو حساسات المسافة وهكذا إلى آخره. رح نلاقي فيها عدة عناصر input output، رح نلاقي فيها مثلا بوش بوتن يشغل العملية، رح نلاقي فيها مثلا شاشات إظهار تظهر لي هاي الآلة حاليا لوين وصلت بالإنتاج، شو عم تعمل. بالآخر أنا كل هالعناصر هاي رح أجيبها أربطها مع بعضها وأربطها بالعقل الرئيسي للماكينة اللي هو المتحكم، سواء كان BLC، سواء كان مايكرو، سواء كان أي نوع من أنواع المتحكمات. فنحن بهذا الكورس رح نحاول نشرح عناصر هاي التحكم بطريقة سلسة جدا وبسيطة وبعيدة عن التعقيد. أنا مثلا لو عندي حساس، كيف ممكن هذا الحساس أقرأ الكتالوج تبعه، أقرأ الداتا شيت، أفهم مواصفات الحساس، أفهم أنا كيف بقدر أشغله، كيف بقدر أستفيد منه، طريقة توصيله. وطبعا مرة على مرة راح نلاقي إنه كل الحساسات، كل العناصر الأوتوميشن شبيهة في بعضها بشكل أساسي، ولكن فيها اختلافات على حسب الشركة المصنعة. أول عنصر من عناصر الأوتوميشن اللي رح نحكي عنه بهالفيديو هو فوتو سينسور أو حساس ضوئي من شركة أوتونيكس. طبعا شركة أوتونيكس هي من الشركات الكورية المشهورة، أنا بحب منتجاتها جدا بسبب أنه الجودة عالية والسعر مقبول جدا، فهو مناسب لجميع التطبيقات اللي ممكن واحد يعملها على المستوى الشخصي أو على مستوى المصانع. دائما أي عنصر من عناصر الأوتوميشن نتعرض له على الواقع، للوهلة الأولى ممكن ما نعرف هالعنصر شو بيشتغل. لحتى نتعرف على العنصر بنكتب اسمه مثلا على جوجل ومنجيب الداتا شيت. بناء على الداتا شيت بنقدر نعرف هالعنصر شو وظيفته، طريقة التوصيل، وكل المواصفات الفنية الخاصة فيه. مثلا لما بحثنا عن العنصر اللي نحن عم نحكي عنه، لقينا هاي الداتا شيت عندي. راح نشوف اهم النقاط اللي لازم نحن نركز عليها لحتى نشتغل بهذا الحساس. اول نقطة عم بيقول لي السنسور، قطر السنسور 18 مليمتر. هذا الشيء طبعا بيلزمني لحتى اعرف قديش الفتحة اللي لازم افتحها بجسم الماكينة او المكان اللي انا راح اثبت عليه السنسور، اللي هي 18 مليمتر. طبعا الحساس تبعي اسمه BR400DDT-B. طبعا حساسي من نوع BMB مثل ما نلاحظ. طيب شو يعني BMB وMBN؟ نحن اي شغلة عدت علينا بالترانزستورات. طب نحن بدنا بالحساس بشكل عملي بدون ما ندخل بالإلكترونيكس. شلون انا ممكن اعرف الفرق بين BMB وMBN؟ بهاي الرسمة التوضيحية راح نشوف الفرق بين الحساسات البي ام بي والحساسات الان بي ان. حساس البي ام بي يعني انا عندي مثلا حساس 3 اسلاك بي ام بي، السلك البني راح يكون 24 فولت دي سي، والازرق 0، والاسود اللي هو
الكنترول او بسموه الفيدباك. يعني انا مثلا لو الحساس شاف عندي في شيء واقف قدامه بيخرج لي خرج على السلك الاسود، طيب هذا الخرج هل هو موجب ولا سالب؟ هون بقى بيلعب دور اختلاف نوع الحساس. لو كان بي ام بي فراح يخرج لي موجب، لو كان ان بي ان راح يخرج لي سالب. مثلا عندي كونتاكتور بيشتغل على 24 فولت دي سي، وصلت السالب تبع الكويل للكونتاكتور على السالب، والموجب وصلته على الكنترول تبع السنسور. ففي هاي الحالة مجرد انا حطيت شيء قدام الحساس، الحساس راح يتحسس ويطلع لي 24 فولت موجبة على السلك الاسود، وبالتالي راح يشغل لي الكونتاكتور، والكونتاكتور ممكن يفعل لي اي شيء متوصل على الخرج تبعه مثل موتور او محرك اي شيء تاني. النوع الثاني ام بي ان، طيب انا وصلت الكونتاكتور الموجب وصلته مباشر، اعطيته موجب مباشر 24، والسالب وصلته على الكنترول على السلك الاسود. هلا بمجرد انا حطيت شيء قدام الحساس، حساس تفعل خرج على السلك الاسود سالب، السالب هيك راح يشتغل معي الكونتاكتور. عندي سنسينج تايب ديفيوز ريفلكتيف. ديفيوز ريفلكتيف يعني حساسي مش محتاج انه يكون في له عاكس، الحساس بيشتغل بدون عاكس. طبعا مبدأ الحساس الضوئي انه هو بيشتغل عن طريق مرسل ومستقبل، المرسل بيبعت اشارة ضوئية بتخبط بجسم اللي واقف قدام الحساس وبترتد مرة تانية للمستقبل، لما المستقبل يستقبلها بيعرف انه في شيء وقف قدام الحساس. الحساس المدى تبعه 400 مليمتر يعني 40 سنتي، يعني لو انا حطيت جسم على بعد عن الحساس لحد 40 سنتي الحساس ممكن يستشعر بوجوده، بعد 40 سنتي ما في استشعار. طبعا من الاشياء اللي بتهمني، طبعا هذا الحكي كله راح نشوفه عمليا، معلومة جدا جدا مهمة هي الباور سبلاي، يعني تغذية الحساس. اصلا هو الحساس نفسه محتاج باور لحتى يشتغل. تغذية الحساس من 12 ل 24 فولت دي سي، لازم هالمعلومة دائما انتبه عليها، لاني انا راح اصادف انه في حساسات 220 فولت اي سي، في حساسات 12 فولت دي سي، في حساسات 24 فولت دي سي، في حساسات 24 فولت اي سي، على حسب ما هو مكتوب بالداتا شيت، او تنكتب المعلومة ايضا على جسم الحساس. لازم انتبه من هالمعلومة لحتى ما الحساس يبوظ. في عندي التيار اللي بيستهلكه الحساس، الحساس نفسه التيار اللي بيستهلكه لحتى هو يقدر يشتغل. وفي عندي طبعا عم بيقول لي انه الحساس شغال عن طريق الانفراريد ليد ادجستمنت، مكتوب عليه ادجستبل. يعني ايه؟ يعني انا ممكن اتحكم بالرينج المسافة اللي الحساس بيستشعر عنده. يعني انا مثلا المسافة الكلية الماكس 40 سنتيمتر، لا انا ممكن لو غيرت راح نلاقي في مثل مقاومة متغيرة على جسم الحساس، لو غيرته راح تنزل المسافة الحساسية للحساس. يعني ممكن انا اقللها شوي راح الاقي انه الحساس راح يتحسس لحد 30 سنتي بس، بعد 30 سنتي ما راح يتحسس، ممكن اقللها لحد 10 سنتي وهكذا. طبعا هذا الكلام كله راح نشوفه بشكل عملي. بعدين في عندي كنترول اوتبوت. كنترول اوتبوت سلك الكنترول اللي انا راح اوصل فيه على الحمل تبعي اللي حساس راح يشغل لي اياه، بيستحمل لحد 200 ملي امبير. يعني مثلا انا لو الحساس موصله على كونتاكتور لازم اعرف ان الكونتاكتور بيستهلك اقل من 200 ملي امبير. طبعا عندي الكونكشن من الاجزاء المهمة اللي لازم انا اعرفها. الحساس تبعي هو ديفيوز ريفلكتيف، فانا شغلي بهاي المنطقة.
راح الاقي انه الحساس فيه اربع اسلاك، بني، ازرق، ابيض، اسود. وطبعا هو كاتب لي على كل سلك وظيفته. مثلا البني هو التغذية الاربعة وعشرين، تغذية الحساس اصلا والزيرو. في عندي الابيض اللي هو الكنترول، والاسود اللي هو الاوتبوت، الاوتبوت اللي هو الفيدباك تبع الحساس. الكنترول هو عبارة عن ايش؟ الحساس بيشتغل على وضعيتين، بيشتغل على دارك اون مثل ما لكم شايفين، وبيشتغل على دارك على لايت اون. في حال بدي اشغله دارك اون، بوصله بوصل السلك الابيض مع الموجب. في حال بدي اشغله على لايت اون، بوصله مع السالب. طيب ايش الفرق بين الدارك اون واللايت اون؟ هذا الشيء راح نشوفه كمان بشكل عملي بعدين. نيجي هلا للتجربة العملية، وخلينا نجرب نوصل الحساس. طبعا وصلته مثل ما كنتم شايفين، التوصيلة هي مشابهة تماما للتوصيلة اللي بالكتالوج، ووصلت اللمبة خضراء 24 فولت على خرج الحساس. فطبعا حاليا بمجرد اني احط جسم قدام الحساس، مثل ما بنلاحظ انه هو بيستجيب. مثل ما لكم شايفين اللمبة بمجرد اني احط ايدي قدام الحساس مباشرة بتشتغل. طبعا كان مكتوب بداتا شيت مثل ما لاحظنا انه الحساس ممكن يتحسس لحد 40 سنتيمتر. فنحن حبينا نعمل تجربة ونشوف هل المدى 40 سنتيمتر مدى حقيقي ولا لا. فطبعا جبنا مسطرة وابتدينا نقيس، لقينا انه الحساس بيبتدي يتحسس لحد 48 سنتيمتر، يعني اكتر ما هو مكتوب. حنبتدي هلا نعمل تجربة على تغيير رينج الحساسية. يعني انا ممكن بقى عن طريق المسمار اللي موجود على جسم الحساس اغير مدى الحساسية. انا اكتر حساسية وصلت لها كانت 48 سنتيمتر. انا ممكن لو قللت الحساسية شوي ابتدي اقيس، اشوف انه الرينج كل مرة، كل ما بقلل بلاقي انه الرينج بينزل، كل ما بقلل بلاقي بينزل. كان 48 سنتي، ممكن يبقى 40 سنتي، بعدين 35 سنتي، كل ما قللت ممكن يقل معي لحد ما نوصل للرينج المينيموم اللي ممكن الحساس يقيس عنده. لما نزلنا الحساسية لأقل شيء ممكن ننزله، لقينا انه هو بيوصل لحد 8 سنتيمتر. طيب الحساس كان في وضعيتين عدوا علينا بالداتا شيت اللي هن دارك اون ولايت اون. يا ترى شو الفرق بين الوضعيتين؟ اللايت اون بيعني انه الحساس بمجرد احط شيء قدامه راح يعطيني خرج على الاوتبوت، تمام. اما في حال ما كان في شيء قدامه فهيك ما راح يخرج لي. طيب الدارك معكوسة. الدارك انه انا الحساس راح يضل مخرج على طول، وبمجرد احط شيء قدام الحساس جسم ما، الحساس راح يفصل الخرج تبعه. بمجرد انه هذا الجسم يبتعد عن قدام الحساس، الحساس راح يرجع يخرج من جديد. طيب كيف انا راح اتحكم بين الدارك واللايت؟ عن طريق التوصيل. مثل ما اتفقنا السلك الابيض لو وصلناه مع الـ مع الـ مع البني اللي هو الموجب راح يشتغل الحساس في وضعية الدارك. طيب لو وصلته مع الازرق اللي هو الزيرو راح يشتغل الحساس في وضعية اللايت. طبعا باثناء التجربة اللي كنا عم نعملها من شوي، كنا نحن موصلين على السلك الازرق وش كان الحساس شغال عندي بوضعية اللايت. بمجرد انا احط جسم قدام الحساس، الحساس راح يتحسس ويعطيني اوتبوت. طيب خلينا نجرب نغير الوضعية من لايت لدارك ونشغل الحساس على وضعية الدارك. هيك ننقل السلك من الازرق للبني، فصار الابيض والبني واصلين مع بعض. بنلاحظ انه الحساس انقلب، الليد الاحمر اللي على الحساس صار شغال دائما، بمجرد احط ايدي بيفصل، وبالتالي مجرد احط ايدي الخرج بيفصل.
مثل ما ملاحظين على اللمبة الخارجية اللي نحن موصلينها. فطبعا نحن على حسب التطبيق اللي نحن محتاجين حساس فيه نستخدم الحساس. مثل ما انكم ملاحظين مكان ما عم بيضوي هو المرسل والتاني هو المستقبل. لو لاحظتم الحساس له عينتين، واحدة مرسل وواحدة مستقبل. طبعا بالنسبة لتثبيت الحساس بنلاقي انه تثبيته جدا سهل، بحيث انه احنا اول شيء بنفتح فتحة بقطر 18 مليمتر بالمكان اللي احنا حابين نثبت فيه الحساس، وبعدين بنلاقي الحساس جاي معه صامولتين، صامولة بنحطها من الداخل وصامولة من الخارج، وبنحبس الصامولتين على بعض. بنلاقي انه الحساس سلس، ممكن اثبته باي مكان، وطبعا بنيته المعدنية بتخليه بيتحمل ظروف العمل الصناعية. وهيك بنكون شرحنا كل شيء بيتعلق بهذا الحساس من توصيل وتشغيل وتطبيقات. بتمنى الفيديو يكون عجبكم وقدرتوا تستفيدوا منه، ونلتقي ان شاء الله بالفيديوهات الجاي مع عناصر جديدة في الاوتوميشن.